أحييكم من جديد مشاهدينا. سيطر الجيش الليبي على واحد من أهم معاقل داعش في مدينة بنغازي الساحلية شرقي ليبيا، وذلك وفقا لما ذكر مصدر صحفي. وأفاد المصدر بأن الجيش سيطر صباح اليوم على حي الليثي الذي شكل إلى جانب منطقة الصابري أبرز معاقل التنظيم المتشدد في بنغازي. يأتي هذا التطور فيما يشن الجيش الليبي غارات على معاقل داعش وتجمعاته في مدينة درنة إلى الشرق من بنغازي، كما تمكن الجيش من اقتحام واستعادة بالكامل معسكر K36 و K319 وشارع الحجاز. معي من مدينة البيضة الصحفي فراس بوسلوم. فراس، مساء الخير، هل ممكن أن نعرف تفاصيل أكثر وتوضح لنا ما الذي حصل؟ كيف تم التحرير؟ كم استغرقت العملية من جهود ومن وقت؟ نعم ميسون، أولا مرحبا بك وبالسادة المشاهدين أهلا. والزملاء بقناة الآن. العملية طبعا بدأت منذ 3 أيام تحديدا في المحور الغربي لمدينة بنغازي. بدأ تقدم لقوات الجيش في محور البحر، الطريق المطل على الساحل على البحر من المريسه وتيكا وبعض المناطق المحاذيه للبحر. بهذا الهجوم تم قطع الامداد الذي ياتي للميليشيات في داخل مدينه بنغازي في حي الليث وابو عطلي. بعد قطع هذه الطريق تمكنت قوات الجيش الموجوده داخل مدينه بنغازي بشن هجوم كاسح على مناطق الليث وابو عطلي بعد ان تم التاكد ان تم قطع الامداد عن هذه المناطق. بدا الهجوم منذ الامس ومستمر حتى الان. في هذا الهجوم تم تحرير مستمر حتى الآن، بس تمت السيطرة على منطقة الليثي. اكزاكتلي طيب. اكزاكتلي مستمر حتى الآن في 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 محور الغربي، لكن بالنسبة للليثي أبو عطلي تم تحريرها بالكامل. طبعا حي الليثي حي مكتظ بالسكان، حي شعبي معروف منذ سنوات، منذ التسعينات القرن الماضي، منذ 1900 تقريبا و96 هذا الحي بوجود بعض الخلايا الإسلامية المتشددة. تمكن قوات الجيش اليوم من اقتحام هذا الحي. طيب، ولماذا هو مهم؟ لماذا هذه منطقة الليثي مهمة؟ ولماذا وماذا يجب أن نعرف، عفوا فراس، عن أيضا تم استعادة من قبل الجيش معسكر K36 K319 شارع الحجاز أيضا؟ تمام. ما أهمية هذه النقاط؟ تمام. نبدأ بحي الليثي. الليثي طبعا حي كما قلت لك آنفا، حي شعبي مزدحم بالسكان، حي شعبي. نعم، هذا الحي يعد إحدى أهم البؤر في مدينة بنغازي منذ كما قلت لك منذ تسعينات القرن الماضي، منذ حملات الجماعات الليبية المقاتلة وبعض المجموعات الزنادقة كانت متمركزة في هذا الحي. كانت حتى النظام السابق القذافي كان يحارب هذه المجموعات التي كانت تتمركز داخل هذا الحي. حتى على فكرة حتى المتهم بمقتل السفير الأمريكي بوختالة يسكن في هذا الحي. فهذا الحي حي معروف، يعني حي مشهور في بنغازي وفي ليبيا بالكامل. السيطرة على هذا الحي تعني السيطرة على أحد منابع، نحن طبعا لا نحكي عن سكان كل هذا الحي بالتأكيد، لكن عن بعض البؤر الموجودة داخل هذا الحي. بالنسبة للمواقع التي تم السيطرة عليها كما قلت هي 319 و36، هذه معسكرات الجيش الليبي كان تم السيطرة عليها منذ سنة ونصف، كانت تمت محتلة من هذه الجماعات، من داعش وبعض الجماعات المتحالفة معها. تمكن الجيش اليوم من استرجاع كتيبة 319 والكتيبة 36، أيضا معسكر رف الله الحاتم الموجود في المحور الغربي. هذا المعسكر يعتبر من أهم المعسكرات لدى الميليشيات الإرهابية في مدينة بنغازي منذ عام 2011، منذ أيام الثورة. هذا المعسكر تم تحريره اليوم أيضا، يعني هذا المعسكر يعد من المعسكرات المهمة جدا. هذا المعسكر كان للثوار في الوقت السابق، ومن ثم بعد توالي الأحداث انقسم هذا المعسكر إلى قسمين، قسم انضم لداعش والقسم الآخر انضم لأنصار الشريعة. تمكن الجيش اليوم من تحرير هذا المعسكر. أيضا تمكن من تحرير بعض المواقع، هي ليست معروفة للمتابع الأجنبي ولكن هي مشهورة للمتابع الليبي في مناطق الهواري والمحور الغربي وما إلى ذلك. حقيقة أتوقع أن تنتهي، إذا استمرت الأحداث على هذه الوتيرة أتوقع أن يتم تحرير كل بنغازي وأيضا محيط. طبعا بنغازي كمدينة الآن محررة، لكن أنا أتحدث عن بعض الضواحي، بعض المناطق. عندما نتحدث عن الهواري جوارشة،
فهي مناطق حوالي تبعد حوالي 15 كيلو من مركز مدينة بنغازي، 20 كيلو 15 كيلو متر. نعم. سنتحدث عن بعض الضواحي ولكنها مهمة جدا، يعني لا تهنأ بنغازي المدينة حتى يتم تحرير ضواحي المدينة. أنا أشكرك جزيلا على كل هذه المعلومات من مدينة البيضاء، صحفي فراس بوسلوم.